أوروسكوب مع داليا. بونجور. بيقول أبراهام لينكولن إن الذي يملك فكرة جيدة ولا يحسن تسويقها لا يحقق شيئاً أكثر من الذي لا يملك أي فكرة. يعني يا أصدقائي ما بيكفي إنه تكون شاطر فقط، بل عليك إبراز مواهبك، مهاراتك وقدراتك للوصول للأعلى والأفضل، وإلا فمكانك راوح. أما هلأ خلينا ننتقل لخبايا الفلك، والبداية مع برج الحمل. تنعم بطالع فلكي استثنائي بلون حياتك المهنية بالنجاح والازدهار وبيجعل نهارك ممتاز. مش بس هيك، فجوبيتر حاضر لإحاطتك بإشعاعاته المفيدة اللي بيجعل الرومانسية تخيم على أجواءك وبيكون العشق سيد الموقف. برج الثور. تبني على أسس ثابتة وبتصير على خط قناعات معين وبتتشبث بالمبادئ، القيم والقضايا الإنسانية. بيستحوذ الشريك على كل اهتماماتك وبتكون أعمالك كلها منصبة حول الأمور اللي بتفرح قلب الحبيب. برج الجوزاء. تستشير بعض الأصدقاء حول بعض الشؤون المهمة وبتقوم ببعض الاستثمارات اللي بتدر عليك الأرباح. بيوقف الحبيب لجنبك وبيدعمك بشكل أو بآخر بإحدى المشاكل اللي بتعكر أجواءك العائلية، الأمر اللي بقربكن من بعض أكتر وأكتر. برج السرطان. تتيح أمامك فرصة للبدء بمشروع جديد أو بتلاقي أحد مشاريعك المهمة بتتبلور وبتبصر النور بعد فترة من الانتظار. تعتمد أسلوب الدبلوماسية لحل مشاكلك مع الشريك، وبالطبع هالأسلوب هو الأنسب، وبالتالي بتشعر بفرق كبير بتطور العلاقة. برج الأسد. بيسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية بتعزيز موقفك بين زملائك بالعمل، وبتكون النجم الساطع داخل المؤسسة. تكتر طلبات الشريك وبتشعر إنها ما بقى تنتهي وإنه بعضها مبالغ فيه. بتقوم بتوضيح بعض الأمور ووضع النقاط على الحروف. برج العذراء. تشعر بالاستغراب، ولكن الحقيقة أنه بيتهافت الجميع لنيل ثقتك ومساعدتك لتحقيق خطوة نوعية بعملك. So best of luck. بيخيم شبح الماضي على حياتك العاطفية، ولكنك بتقرر الابتعاد عنه واتباع المثل القائل اللي فات مات، وأكيد معك حق. برج الميزان. بيحاول بعض المشاغبين العبث بإنجازاتك، وبالطبع بتوقف لهم بالمرصاد وبتقطع عليهم الطريق. بينصحك الفلك بالانتباه من اللي حولك. ما تبرم وما تحتار، مثل الحبيب ما بتلاقي لو شو ما صار. لهالسبب انتبه عليه واهتم فيه وخليك دايما حده. برج العقرب. يا أيها العقرب، صرنا اليوم بالزمن اللي بتحلم فيه، ألا وهو زمن التكنولوجيا والتطورات. يعني باختصار ما تحاول تعود للوراء لأي سبب من الأسباب. بتقرر الارتباط أو بتاخد قرار مشترك مع الحبيب حول أمر مهم، وبتعيش مغامرات إلا تنتصر. برج القوس. بتصير الأمور بطريقة متناغمة مع أفكارك والأمور اللي بتحلم بتحقيقها. بتتغلب على الصعوبات بهدوء وأعصاب باردة. يعني بتفخر باختيارك وبتشعر بالأمان والطمأنينة، وبتوظف كل طاقاتك لإنجاح علاقتك. برج الجدي. بتراجع حساباتك، بتفتح أوراقك المغلقة وتتاح أمامك فرص للسفر وبتناقشها لأخذ قرار سريع على إثرها. عاطفياً بتراوح مكانك وبتنتظر قرار ما بيوصل. حاول ترطيب الأجواء وتفهم المواقف. برج الدلو. ما تتحالف مع أشخاص بيسيئوا لسمعتك حتى ما تواجه العراقيل أو تصاب بخيبة أمل. تخفي علاقة أو مشاعر سرية بداخلك، ولكن يا عزيزي مجرد التفكير بشخص آخر غير الشريك يعتبر بمثابة خيانة فكرية. الأفضل الابتعاد عنه. برج الحوت. بيحمل لك اليوم لحسن الحظ أمل جديد، نجاح وأعمال خلاقة. أعطي أفضل ما عندك فأنت قد وقدود. تحاط بالأصدقاء وبتقضي أفضل الأوقات العائلية. تتعاطف مع مواليد برج الجوزاء، الثور والعقرب. مع برج الحوت منكون وصلنا لمسك الختام. فقرتنا سوا بتنتهي لليوم، أما أنا فبعطيكم موعد جديد من التنين للجمعة بنفس الوقت، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.